نجمة. صح يوسف. كانوا تيم ماليزيا. I recall that he is an Algerian. حمزة ياسين is. الجزائرية الجزائرية الدولية في طبعتها. مشهد نهاية المرحلة الثانية لدورة الجزائر الدولية في طبعتها 24، كانت مرحلة رائعة جدا تربط سيدي بلعباس بمستغانم. اليوم الجمهور المستغانمي كان في المستوى، نشكره على حفاوة الاستقبال. كذلك الشكر موصول إلى كل السلطات العمومية ورئيس سيد والي الولاية، الأسلاك الأمنية، كل من ساهم من قريب ومن بعيد في إنجاح هذه التظاهرة. كذلك التهنئة خاصة للبطل يوسف رقيقي من فريق تيرنغانو على تحقيقه المرتبة الأولى، كذلك احتفاظ البطل حمزة ياسين بالقميص الأصفر. أظن أن النخبة الوطنية جاهزة من أجل مواصلة الدورة بكل تنافسية. الشكر دائما لكل الحاضرين معنا، نشكركم على حسن المتابعة، والموعد غدا إن شاء الله في المرحلة الثالثة. اليوم كانت المرحلة على أحسن ما يرام، شاهدنا اليوم القافلة الطواف الدولي للدراجات بولاية مستغانم. يعني الجانب الرياضي على التنظيم كان على أحسن ما يرام، وكانت مستغانم في أحسن استقبال الدراجين يعني من عدة يعني دول صديقة من إفريقيا، من أوروبا، وكذلك من الدول العربية. مستغانم رحبت ووفرت ووفات بالعهد تاعها باش تكون هذه الدورة على أحسن ما يرام، وخاصة هذه المرحلة الثانية. إن شاء الله كذلك غدا نشهد المرحلة الثالثة وتكون انطلاقة من ولاية مستغانم إلى منطقة أو ولاية شلف. أنا من هذا المنبر أشكر كل القطاعات اللي شاركت في تنظيم وتسيير هذه الدورة. يوسف فريق الماليزي فائز بالمرحلة الثانية من طرف الجزائر. الحمد لله توفيق من الله، وقدرنا نميتريزيو لافورس تاعنا حتى لالين داريفي هنا في مستغانم. ماريفي هذه نعرفها ديجا في البطولة العربية 2018، المسلك هذا آخر 30 كيلو. الحمد لله وفقنا ربي باش نفوزوا بالمرحلة الثانية ونفوزوا بعدة أقمصة. مرحلة الطواف مازال طويل، راح تكون غدوة مرحلة من مستغانم للتنس، راح تكون من أصعب المراحل في طواف الجزائر 2024. نتمنى نكونوا في أحسن أحوالنا باش نكملوا على هذا المنوال حتى المراحل الأخيرة اللي تجمع بين قالما وعنبة. إن شاء الله نتمنى التوفيق للجميع، ونشكر الاتحادية، نشكر وزارة الشباب والرياضة على التنظيم هذا. نتمنى ونشوفوا طواف الجزائر هو على كل حال على مستوى قاري، إن شاء الله نشوفوه على مستوى عالمي إن شاء الله.